اهلا بيكم في سادس حلقه من سلسله حلقات هنفطر ايه النهارده. النهارده هنقول لك طريقه عمل البط المحمر في الفرن. اولا مقادير البط المحمر، هنجيب بطه صغيره، ملح، فلفل اسود، معلقه ونص كبيره سكر، معلقه ونص كبيره خل ابيض، 250 جرام مرق بط او فراخ، 350 جرام عصير برتقان، عصير ليمون، مكعب زبده، قشر برتقانه هنقطعها بشكل طولي، واربع برتقانات هنقشرهم ونقطعهم اجزاء. بالنسبه لطريقه العمل، اول حاجه هنخرم البطه بالشوكه ونتبلها كويس بالملح والفلفل الاسود. هنحط البطه في صينيه وندخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده 15 دقيقه، وبعدها هنقلل الحراره ل 180 ونسيبها في الفرن لحد ما نتاكد انها استوت كويس، وده هيكون من 45 ل 60 دقيقه. هنخرج البطه من الفرن ونرفعها من الصينيه ونسيبها في مكان دافي. هنشيل الدهن الموجود في طاسه التحمير ونحطها على النار ونضيف ليها مرق البط أو الفراخ. هندوب السكر في الخل ونحطه على نار هادية، ونضيف المرق للسكر المكرمل ونسيبهم على النار لحد ما السائل يتركز ويبقى غليظ القوام، وده هيحتاج حوالي 10 دقايق. وبعد كده هنضيف عليهم مكعب زبدة. هنحط قشر البرتقان في كمية من المية المغلية، وبعد كده هنحط البط في طبق تقديم ونرص حواليها شرايح البرتقان، وفوقيها هنحط قشر البرتقان. هنحط الصوص على البط ونقدم أطباق صوص إضافية أثناء التقديم. نتمنى لك وجبة صحية متكاملة.